الرابع من نوعه. إنه لقاء القمة اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوغندي يوري موسيفيني، والذي يتناول سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، والتباحث حول الإمكانات المتاحة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وإقامة مزيد من المشروعات المشتركة. فالعلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا تاريخية وتتسم بالإيجابية والتطور، حيث شهدت تلك العلاقات طفرة خلال السنوات الأربع الماضية، عكستها الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين. ففي عام 2017 جاء لقاء ثنائي خلال زيارة الرئيس السيسي لأوغندا للمشاركة في أعمال قمة دول حوض النيل، وفي عام 2016 قام الرئيس السيسي بأول زيارة رئاسية لأوغندا أكدت العلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين منذ قرون، وكان بمثابة نقطة انطلاق جديدة في العلاقات الثنائية. وتتسم العلاقات الأوغندية المصرية بالقوة والمتانة، يصقلها تطابق وجهات نظر البلدين بشأن العديد من القضايا، فضلا عن التعاون والتنسيق بينهما في القضايا الإقليمية، على رأسها قضية المياه ومحاربة الإرهاب والأزمات الإقليمية. وتثمن أوغندا الدور الهام الذي تلعبه مصر في تدريب العناصر الأوغندية في مجال مكافحة الإرهاب بهدف تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والأمن بين البلدين. ويمتد التعاون الثنائي إلى مجالات التبادل التجاري والزراعة والتعليم والتدريب. فالقمة المصرية الأوغندية خطوة مهمة على طريق تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تطورت بشكل إيجابي منذ وصول الرئيس السيسي إلى السلطة في يونيو من عام 2014، حيث التقت رغبته في استعادة الدور المصري الفاعل في القارة السمراء مع الرؤية الإصلاحية التي يتبناها رئيس موسيفيني للتنمية في بلاده. إسراء سعد، الحياة الآن.